الاكتشافات الأثرية المصرية ما زالت بتبهر العالم. تقرير جريدة السان البريطانية عن أهم الاكتشافات الأثرية خلال العام 2023 احتفى بالاكتشافات الأثرية المصرية خصوصا المومياء الذهبية في صقر. خلينا نتعرف على التفاصيل من خلال جولة في أهم الصحف العربية والعالمية مع الكاتب الصحفي محمد عمر رئيس قسم الخارجي في جريدة الدستور. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والسادة المشاهدين. ذا سان البريطانية تحت عنوان أفضل الاكتشافات الأثرية لعام 2023 تحدثت عن المومياء الذهبية. كلمنا عن التفاصيل، ليه اختاروا هذا الكشف تحديدا؟ ليه اختاروا الاكتشافات الخاصة بالمومياوات وأثر ذلك على حركة السياحة أيضا؟ بالطبع يعني دائما الآثار والتاريخ المصري يعني دائما في المقدمة حينما يتم الحديث عن ابرز الاكتشافات. كان في عام 2023 يعني الصحيفه سلطت الضوء على عده اكتشافات، على راسهم كان اكتشاف المومياء الذهبيه. هذه المومياء بتستمد اهميتها يعني زي ما حضرتك قلت، بتستمد اهميتها ان هي تاريخها عريق يعني بترجع الى 4300 عام. ايضا يعني هي اهميتها برضه بتنبع من ان هي مومياء ليست ملكيه، يعني هي مومياء لشخص عادي ولكنها كانت في حاله جيده للغايه، يعني تم اكتشافها في منطقه سقارة يناير الماضي، وكانت يعني وجدت في غرفه محكمه على عمق 15 متر. المومياء كانت مغطاه برقائق من الذهب، والمثير في الموضوع ان يعني تم اكتشاف اول مومياء كامله بشكل محفوظ وجيد للغايه لشخص ليس ملكي. المومياء من افضل المومياوات، ورصد التاريخ مهم جدا في طريقه تحنيط المصريين ايضا، وانه كان بيتم تحنيط حتى الشخصيات غير الملكيه. بالطبع الاكتشاف مهم جدا، يعني بيكشف لنا المزيد من اسرار الحضاره المصريه يعني التي تبهرنا، ودائما هناك جديد يعني رغم اننا نجري اكتشافات منذ يعني عشرات ومئات السنين. أكيد. خلينا نتحول للبي بي سي ونقرأ قصة الفنانة الفلسطينية اللي بترسم على أنقاض المنازل المدمرة. إيه الرسالة اللي بتحملها لوحتها؟ اللي البي بي سي زي ما حضرتك ذكرتي كانت أوردت في تقرير مصور لها قصة فنانة فلسطينية وهي الفنانة أمل أبو الصباح. الفنانة أمل أبو الصباح يعني بتعيش في وضع مأساوي كحال أهل غزة جميعا منذ استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 من أكتوبر وحتى اليوم. الفنانة الفلسطينية يعني لم تجد ما تعبر به وتنقل رسالتها للعالم وتعبر عن مأساة أهل غزة سوى بألوانها الجميلة، يعني رصدت استغلت مهاراتها في هذا الأمر، ويعني رسمت جداريات على الأنقاض المباني التي دمرها الاحتلال. في الجداريات بتاعتها أبرزت صور الشهداء والأطفال والمعاناة واستهداف الكوادر الصحية، ورصدت أيضا يعني على الجدار رسمت صورة تبرز لنا معاناة الناس في استخراج الضحايا من تحت هذه الأنقاض التي يعني لم تفرق بين طفل ورجل وامرأة. أستاذ عمر، البي بي سي أيضا عملت تقرير عن حصاد العام، اتكلمت فيه عن أهم الشخصيات التي رحلت عن عالمنا خلال 2023، أبرز هذه الشخصيات اللي ذكرها هذا التقرير كانت مين؟ بالفعل كان 2023 كان عام حافل بالشخصيات التي فارقتنا، كانت شخصيات سياسية وأدبية وفنية وأيضا شخصيات مثيرة للجدل. كان على رأس القائمة التي يعني ذكرتها هيئة الإذاعة البريطانية أمير الكويت الراحل الشيخ نواف أحمد الجابر الصباح، يعني انتقل إلى رحمة الأستاذ الماضي. حقيقة يعني أمير الكويت كان له بصمة بارزة يعني ليس فقط في الكويت ولكن لدور الكويت الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية، سواء خاصة في الأزمة الأخيرة في قطاع غزة وفي الأزمات التي ضربت المنطقة السنوات الماضية. كان أيضا من ضمن الشخصيات اللي تم تسليط الضوء عليها كان هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والدبلوماسي المعروف. وتوفي في 29 نوفمبر عن عمر يناهز 100 عام. هنري كيسنجر لعب دورا حقيقا في السياسه الخارجيه الامريكيه خاصه في السبعينات، وكان له دور بارز في اتفاقيه كامب ديفيد بين مصر واسرائيل. برضو بجانب الشخصيات السياسيه عندنا علماء وفلاسفه وادباء،
كان على رأس القائمة ألان تورين، عالم الاجتماع الفرنسي المعروف، يعتبر من أهم علماء الاجتماع حقيقة. يعني قدم مفاهيم سياسية ومفاهيم اجتماعية، منها مجتمع، مفهوم مجتمع ما بعد الصناعي، أيضا اهتم بدراسة الحركات الاجتماعية وحاز على العديد من الجوائز. كان برضو من الشخصيات اللي تم تسليط الضوء عليها قائد مجموعة فاغنر الروسية بريجوجين، اللي كان قتل في حادث سقوط مروحية بعد التمرد اللي قام به ضد الجيش الروسي. هو كان يعني شخصية مثيرة للجدل حقيقة، يعني لقى دور بارز في الحرب الأوكرانية لصالح روسيا، ولكن انتهى الأمر بسقوط الطائرة الخاصة به رفقة العديد من قيادات المجموعة. برضو حضرتك عندنا في شخصيات ثانية زي برويز مشرف، فالرئيس الباكستاني السابق حقيقة يعني كان من أبرز الشخصيات اللي رحلت، لأنه كان مثير للجدل وفي طريقة وصوله للحكم أو رحيله عن الحكم. برضو عندنا رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفي بورلسكوني، توفي في يونيو الماضي وكان له دور كبير جدا في بريطانيا، شغل منصب رئيس الحكومة أربع فترات. في إيطاليا قصدك؟ إيطاليا، رئيس الحكومة الإيطالية شغل يعني أربع فترات، وكان له دور بارز مهم جدا في الساحة الإيطالية، وخاصة أنه كان من أثرياء إيطاليا، حتى أنه هو طبعا كان بيعد ثالث أغنى رجل في إيطاليا. عندنا برضو من خلينا نتحول طيب لعنوان آخر سريعا من السي ان ان، وتحت عنوان وصلوا للعام الخطأ، قصة ركاب طيارة أرادوا السفر عبر الزمن. يعني إيه سافروا عبر الزمن؟ إزاي وصلوا للعام الخطأ؟ فعلا في حاجة اسمها رحلات بتنجح في العودة للوراء بالزمن؟ وبالفعل العنوان فعلا يعني مثير وشيق، ولكن هي الفكرة أني فرق التوقيت ما بين بعض المدن وبعض الدول. الرحلات، الشركات السياحيه والطيران بتستغل هذا الامر في ان هي بتنظم رحلات للاستفاده من هذا الامر. يعني على سبيل المثال كانت في رحله المفروض ان هي تغادر جوام في وتحديدا في الساعه 7:30 صباحا يوم 1 يناير 2021، وكان المفروض ان هي تهبط في هاواي الساعة 56 دقيقة تحديدا يوم 31 ديسمبر. يعني هي الفكرة قايمة على فكرة فروق التوقيت ما بين الدول، ولكن المثير في الموضوع انه حصل عطل في الرحلة، ومع الأسف ما عرفوش يروحوا الرحلة في الموعد، ووصلوا برضه 1 يناير لهاواي. لكن هم محدش بيعاند الزمن ومحدش بيقدر يتحكم في الزمن. كل الشكر ليك الكاتب الصحفي محمد عمر، رئيس قسم الخارجي بجريدة الدستور، كل الشكر لحضرتك.